الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فنتابع درسنا في التعليق على كتاب شرح البلاغة من قواعد اللغة العربية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ولازلنا في العلم الثالث منه وهو علم البديع، وفي القسم الأول وهو المحسنات المعنوية، ولازلنا أيضا في المحسن التاسع من المحسنات المعنوية وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد قرأنا كلام المصنفين ولم نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين بعد. فقال المصنفون: تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، أحدهما أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، كقوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ذكرنا بارك الله فيكم في الدرس الماضي أن هذا مدح. لماذا؟ ولا عيب فيهم، نفى صفة مذمومة. غير أن سيوفهم، غير الآن السامع كما قلنا هذا يشبه الذم. لماذا؟ لأن السامع يتوقع بعد أن قال لا عيب فيهم غير، يتوقع أنه سيقول مثلا غير أنهم بخلاء أو جبناء. غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني تكسرت سيوفهم من القتال، هذا دليل على الشجاعة. إذن هذا أتى بصفة مدح ولم يأتي بصفة ذم كما يتوقع السامع، وهذا هو تأكيد، هذا نوع من نوعي تأكيد المدح بما يشبه الذم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فالشاعر بدلا من أن يمدحهم مباشرة فيقول هؤلاء قوم تكسرت سيوفهم من قراع الكتائب، والكتائب الرؤوس التي توضع على الرأس، يعني هي الخوذة التي توضع على الرأس، فبدلا من هذا قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم إلى آخره. فما الذي يتوقعه القارئ أو السامع بعد هذه البداية؟ بالطبع يتوقع صفة عيب، يتوقع أنه سيقول مثلا ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ما خرجت من أغمادها، لكنه أتى بصفة مدح فقال غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قال فهذا يجعلنا نقول إذا كان هذا هو العيب فما بالك بالصفات المحمودة، فما بالك بالصفات المحمودة الأخرى. وهذا معناه أنهم ليس فيهم عيب إطلاقا، وأنهم في جميع الصفات على القمة. قال ومنه أيضا قول الشاعر لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسأل عن الأهل والأوطان والحشم، أو يسلو ولا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم، يعني يتسلى وينشغل بما هم فيه من كرم وضيافة فيسلى وينسى الأهل والأوطان والحشم. قال فهذا فيها أيضا تأكيد للمدح بما يشبه الذم. إذا قلنا لا عيب في الطلبة إلا أنهم لا يراجعون، هذا ذم. أما إذا قلنا لا عيب في الطلبة إلا أنهم يراجعون، هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال المصنفون ثانيهما، يعني النوع الثاني من تأكيد الذم من تأكيد المدح بما يشبه الذم، قالوا أن يثبت لشيء صفة مدح. لأن عندنا صفة مدح، مثلا فلان كريم، أثبتنا لفلان صفة مدح فلان كريم، ويؤتى بعدها بأداة استثناء غير أنه، تليها صفة مدح أخرى فلان كريم غير أنه شجاع. الآن لما سمعت فلان كريم غير أنه، السامع يظن أنه سيأتي به صفة ذم، قال غير أنه شجاع، هذا تأكيد للمدح. قالوا كقوله فتنكملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا، فلان كملت أوصافه، هذا مدح. غير أنه استثناء، يتوقع السامع أن يأتي بصفة ذم بعده. قال جواد يعني كريم فما يبقي على المال باقيا، ولا يبقى عنده المال من كثرة جوده وعطائه،
فهذا مدح تأكيد للمدح بما يشبه الذم. قال الشيخ رحمه الله: ثانيا أن يثبت لشيء صفة مدح ويثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. فإذا قلت مثلا فلان جواد فهذا صفة مدح، أما لو أكملت فقلت فلان جواد إلا أنه جبان فهذه الأخيرة صفة ذم. إذن في المثال مدح وهو أنه جواد، وفيه عيب وهو أنه جبان، فهو جواد بالمال كريم لكنه بخيل بالنفس جبان. أما إذا جاء بعد أداة الاستثناء في مثل هذا التركيب صفة مدح صار من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، مثل فلان جواد إلا أنه شجاع، هذا مدح. فإذا قلنا فلان جواد إلا ثم سكتنا فماذا يتوقع السامع؟ فلا شك أنه يتوقع صفة ذم. فإذا أتينا بصفة مدح فمعنى ذلك أننا أكدنا الصفة الأولى بالصفة الثانية، وذلك كقول الشاعر: فتى كملت أوصافه، إلى آخره البيت الذي مر معنا. فيقول الشاعر: فتى كملت أوصافه غير أنه، فماذا نتوقع بعد هذا؟ نتوقع صفة ذم، نتوقع مثلا غير أنه بخيل، لكن الشاعر قال: غير أنه جواد فما يبقي على المال باقية، فهذا مدح أيضا، فصار هذا تأكيد المدح بما يشبه الذم. قال: فإذا لتأكيد المدح بما يشبه الذم صيغتان، الأولى أن يأتي بصفة ذم منفية بعدها أداة استثناء، وبعد أداة الاستثناء صفة مدح، ونفي العيب في الواقع إثبات للكمال. الثانية أن يأتي بصفة مدح مثبتة ضد صفة عيب منفية، وبعدها أداة استثناء، وبعدها صفة مدح، وهذا أيضا من تأكيد المدح بما يشبه الذم. الحقيقة أنهما متقاربتان. قال: وإنما كان ذلك من باب التأكيد، لأنه لما نفى العيب عنه كنفي صفة الذم عنه مثلا في الصيغة الأولى، فإن نفي الشيء إثبات لضده فيقتضي أن يكون ممدوحا، فإذا أتى بعده بصفة مدح أكد المدح ثانية بالمدح الأخير. وكذلك أيضا في الصيغة الثانية إذا أتى بصفة مدح مثبتة ثم أتى باستثناء فيتوقع المخاطب أنه سيأتي بعده بصفة ذم ثم يأتي بصفة مدح، فهذا معناه أنه أكد المدح الأول بالمدح الثاني. لعل هذا واضح، يعني كما قلنا فلان ليس فيه عيب غير أنه شجاع، ليس فيه عيب، هذا في الحقيقة يريد أن يمدحه بأن ينفي عنه صفة الذم، غير أنه شجاع، استثنى بأداة استثناء ثم أتى بصفة مدح ثانية، فهذا تأكيد للمدح. وكذلك فلان كريم صفة مدح مثبتة غير أنه ذات استثناء، غير أنه شجاع أثبت صفة مدح ثانية. قال الشيخ: وإذا قال قائل ما فائدة هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ قلنا إنه يشد الذهن، فإنك إذا قلت مثلا لا عيب فيه إلا، فإن الإنسان يتوقع أشياء في رأسه، فإذا رددته إلى المدح صار أبلغ في ثبوت الشيء في ذهنه، وكذلك فلان جواد إلا أنه، فيتوقع المخاطب صفة ذم مثل إلا أنه جبان، لكن لو قلنا إلا أنه شجاع فمعناه أننا أكدنا الأول، فلما أتينا المخاطب بما لا يترقبه صار ذلك أبلغ في رسوخ هذا الشيء في ذهنه. ذكر الشيخ رحمه الله أن عكسه صحيح أيضا، يعني هناك قال: وهناك ما يسمى بتأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو يعني هو على عكس الثاني، فلان جبان غير أنه بخيل، أو فلان ليس فيه صفة حسنة إلا أنه بخيل، هذا نفس الطريقة السابقة، ولكنه للذم بدلا من المدح. قال الشيخ: على خلاف ما سبق، وهو أن نأتي بصفة مدح منفية يليها أداة استثناء ويليها صفة ذم، فتقول في رجل ما لا خير فيه إلا أنه شديد على الفقراء، فهذا تأكيد الذم بما يشبه المدح. كذلك نأتي بصفة ذم يليها أداة استثناء يليها صفة ذم، فتقول فلان جبان إلا أنه بخيل، فهذا أيضا تأكيد الذم بما يشبه المدح. فتأكيد الذم بما يشبه المدح على العكس من تأكيد المدح بما يشبه الذم.
ثم بعد ذلك ذكر المصنفون حسن التعليل، نؤجله بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.